الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الثاني إن شاء الله في يعني 4 لـ5 محاضرات أو دروس كما ذكرنا في مسائل الإيمان أو مسألة الإيمان. ومسألة الإيمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع الاختلاف فيها، والاختلاف عليها قديما في المسلمين، بل لا يبعد إذا قيل أن أول مسائل الاختلاف في الأمة التي وقع فيها النزاع بين الطوائف كانت مسألة الإيمان. وترتب على هذا الاختلاف اختلافات أخرى في مسائل وثيقة الصلة بمسألة الإيمان. يعني أول خلاف وقع في مسألة الإيمان، وطبعا في مسائل أخرى لها صلة وثيقة بالإيمان، فترتيبا على الاختلاف في الأصل وقع الاختلاف في تلك المسائل. ومسائل الإيمان، اسمع هذا، ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء بمسألة الأسماء والأحكام. مسائل الإيمان العلماء العقيدة يعطونها اسما خاصا بها، سموها مسائل الأسماء والأحكام. يعني الأسماء والأحكام، ما هو اسم العبد في الدنيا؟ أنت اسمك إيه؟ مش اسمك يعني أحمد ولا إسماعيل. هل أنت مؤمن؟ هل أنت مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو فاسق؟ لأن في أحكام شرعية بتنبني على هذا الموضوع ولا لأ؟ أنت واحد جاي يخطب بنتك، هل يجوز لك أن تزوج ابنتك لغير مسلم؟ يجوز المرأة المسلمة تتزوج غير مسلم؟ لا تتزوج غير مسلم. يبقى لازم أعرف أنت مسلم ولا لا، فاهم؟ وده يقول لك مسائل الأسماء، الاسم وينبني عليه حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. نحن نؤمن من عقيدتنا أن المسلم يدخل الجنة، صاحب التوحيد يدخل الجنة، لا نعين، يدخلها. إذا كان من أصحاب الكبائر فهو واقع تحت المشيئة، قد يدخل النار فترة من الزمان، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يبقى في حكم في الدنيا مبني على الاسم، هو إذا كان مؤمن أو مسلم يبقى في حكم في الدنيا. إذا مات مثلا، نذهب لجنازته؟ نصلي عليه؟ ندفنه في مدافن المسلمين؟ مش دي كل أحكام شرعية ولا مش أحكام شرعية؟ وده بسموها إيه؟ الأسماء، مسائل الأسماء. إحنا هنسمي الرجل ده مسلم ولا كافر ولا فاسق، وبناء عليه بينبني الحكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمتوا يا إخوة موضوع الأسماء والأحكام؟ ها؟ المسائل هذه التي اختلف فيها، وإيه سبب الاختلاف؟ اللي ذكرناه في الماضي تعريف الإيمان. إحنا عندنا كما ذكرنا، أنا يعني
صورة أخرى لخصنا تعريف الإيمان في اللقاء السابق، وذكرنا رأي الفرق الطوائف عنا طرفين يعني للقضية اللي هم المرجع والخوارج والمعتزلة، ذكرنا آراءهم في مسألة الإيمان. فبناء على هذا الاختلاف في تعريف الإيمان اختلفوا في المسائل والأحكام. نمسك مثلا الخوارج المعتزلة الاثنين، ماذا قالوا؟ قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر، أخرجوه من ملة الإسلام. وإيه السبب؟ احنا ذكرنا إيه السبب اللي أوقعهم في هذه القضية؟ ما السبب؟ فاكرين؟ قالوا أن الإيمان إيه؟ وحدة واحدة، شيء واحد لا يتقطع لا يتجزأ، وده سبب الفرق، سبب ضلال الفرق في مسألة الإيمان، أنهم قالوا أنت إما مؤمن لإما كافر، لا أبيض لا أسود. أما نحن فتعريفنا للإيمان الإيمان قول وعمل، ها، يزيد وينقص. بس معلومة مهمة، إيه اللي بينقص من الإيمان؟ مش أصل الإيمان اللي بينقص، الإيه؟ الدرجات بتاعته. لكن أصل الإيمان ما ينفع أنه إيه؟ يذهب. أصل الإيمان اللي هو الإيه؟ التصديق، لابد أن يكون موجود. فالخوارج الوعيدية الذين كفروا عثمان وعلي رضي الله عنهم وكفروا عصاة المسلمين من أصحاب الكبائر بإخراجهم من الملة، قالوا ماذا؟ قالوا مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا، إذن هو حلال الدم وحلال المال يسبى ويسبى أولاده، ولا نصلي عليه ولا نحضر جنازته لأنه إيه؟ كافر في الدنيا، وفي الآخرة ها خالد مخلد في النار. ده مرتكب الكبيرة اللي هو الإيه؟ زي الزنا، شرب الخمر، السرقة، الكبائر كما هي معروفة عندنا. المعتزلة وافقوهم في ماذا؟ في حكم الآخرة، ولكن خالفوهم في حكم الدنيا. ماذا قالوا؟ مرتكب الكبيرة بين منزلتين في الدنيا، اللي هي مسألة المنزلتين اللي قال فيها من؟ المعتزلة، اللي هو واصل والناس دول. قالوا أنه خرج من الإسلام ولكن لم يدخل في الكفر، هو وقف إيه؟ بالاثنين، فله أحكام المسلمين في الدنيا، هو مسلم بالنسبة لنا، نصلي عليه، ندخله في مداخل المسلمين. لكن في الآخرة اتفقوا مع الخوارج في الوعيدية في إيه؟ خالد مخلد في النار. إيه السبب يا إخوة؟ لأنهم قالوا أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعض ذهب كل، يبقى الفريق الأول. الفريق الثاني اللي هو الإيه؟ الطرف الإيه؟ الطرفين قيل. ما هو شوف، دايما دايما أي بدعة في الأمة دائما ما تتفرع هذه البدعة. أنتوا عارفين الخوارج كم فرقة؟ يعني الفرق الأساسية 6 فرق، وتحت 6 فرق ده ممكن تطلع 50-60 واحدة تحت كل واحدة من دول. دائما الضلال البدعة ما تتفرع، ودائما يأتي للمبتدع من يواجه بدعته 100%. يعني شوف قالوا إيه؟ قالوا الإيمان نعم قول وعمل
قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح لا يزيد ولا ينقص، وحدة واحدة، شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. جاءنا الطرف النقيض الثاني اللي هو مضاد لهذا كليات، اللي هم المرجئة. المرجئة أهل الإرجاء، أعلاهم قدرا، أقصد قدرا في الضلال، الجهمية. ماذا قالوا عن الإيمان؟ قالوا أن الإيمان هو معرفة القلب، اللي أنت تعرف أن في إله وأن في رسول بس، وأنت كده مسلم، لا تكفر، لا تخرج من الملة، ولا يضرك ذنب مع هذا الإيمان. يعني أكثر منهم ضلالا الكرامية. ماذا قال الكرامية؟ أتباع محمد ابن كرامة. الجهمية أتباع من؟ جهم ابن صفوان. دي أشخاص كده يعني ظهرت في تاريخ المسلمين. محمد ابن كرام قال ماذا؟ والكرامية قالوا ماذا؟ قالوا أن الإيمان هو قول اللسان. أنت تقول لي إن أنت مسلم خلاص، أنت مية مية، وإن كان في قلبك بغض وكفر للإسلام ماليش دعوة. طبعا هذا الكلام منافي. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. المهم والله يشهد أن إن المنافقين لكاذبون. هم قالوها ولا ما قالوهاش؟ صحيح؟ هم قالوا نشهد أنك إيه؟ بس كذبهم الله رب العالمين أم لا؟ الذي يعلم قلوبهم. وهذا النفاق. إذن الكرامية دخلوا المنافقين في إيه؟ في الإسلام. الجهمية اللي هم أهل المعرفة دول اللي بيقول لك معرفة الله، ده دول دخلوا إبليس، دخلوا فرعون في الإسلام، لأن إبليس عارف ولا مش عارف؟ إبليس حصل له معرفة بالله ولا لا؟ ده إبليس لم ينكر الربوبية، ده بالعكس. يعني جهم هذا يعني سبحان الله وغيره من المبتدعة في الأمة. انظر أن إبليس أثبت لله صفات نفاها المعطل. ألم يقل إبليس فبعزتك؟ أنت عارف أن في ناس في الأمة ينفون صفة العزة عن الله، يقول ما فيها عزة لله. هو إبليس أثبت، إبليس أثبت الألوهية، أثبت الربوبية لله سبحانه وتعالى. إذن إبليس يعرف الله أم لا يعرف الله؟ ما هو أنت قلت، إذا أنت قلت الإيمان أن الإيمان هو فقط المعرفة، ها؟ إذا قلنا أن الإيمان فقط هو المعرفة كما قال الجهمية، ها؟ معنى كده أن إبليس هذا مسلم. طب اليهود ألم يكونوا يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يعرفوا رسول الله؟ الذين ها آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى اليهود يعرفون من هو رسول الله. طيب هل هم اتبعوا رسول الله؟ بس المقاييس الجهمية اللي قالوا أن الإيمان فقط هو المعرفة، يبقى اليهود إيه؟ يدخلوا في إيه؟ في الإسلام، مسلمين، وإبليس يبقى مسلم. طب فرعون حينما غرق، أنت تضحك والله، هذا كلام يعني كلام العلماء، كلام شيخ الإسلام، هذا كله مجموع الفتاوى. هذا يقول لك إيه؟ يقول لك فرعون حينما أشرف على الغرق ماذا قال؟ حتى إذا أدركه الغرق قال، ده مش عارف بس، ده صدق، آمنت. والإيمان هو التصديق اللي هو قول القلب، صدق، يبقى ده يدخل في يبقى
الإرجاء يا إخا أو المرجئة تقريبا 12 فرقة أساسية، يعني 12 فرقة، وبرضو بيتفرع منهم إيه، إحنا بنذكر بس أعلاهم، أعلاهم ضلالا الجهمية، ثم الكرامية، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، يعني بالتدريج كده. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا أن الإيمان هو التصديق. طب إيه الفرق بين المعرفة والتصديق؟ ما الفرق بين المعرفة والتصديق؟ المعرفة أنت بتعرف أن في إله، لكن أنت تصدق أن في إله ده موضوع تاني. ما هو التصديق؟ أن عرفنا التصديق هو الإيه؟ الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك. أنت بتعتقد اعتقادا جازما لا يعتريه شك، هو الإيه؟ هو التصديق. فالأشاعرة بارك الله فيهم، يعني نسأل الله أن يهديهم يا رب العالمين، علوا الموضوع لإيه؟ درجة، اللي هو قالوا الإيمان هو التصديق، أن أنت تعرف. المعرفة اللي إيه؟ بتديك اليقين، اللي هو إيه؟ وذلك إحنا لما نجي بنشرح شروط لا إله إلا الله، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ أول شرط اللي هو الإيه؟ العلم، العلم اللي بيؤدي لإيه؟ للتصديق، اللي هو الإيه؟ اللي هو الإيه؟ التصديق هنا لإيه؟ تاني شرط من شروط لا إله إلا الله اليقين، كن عندك يقين بالأمور الغيبية، ما تشك أبدا. طب هل أهل السنة وافقوا؟ لأننا احنا جايين النهاردة نتكلم عن حد الكفر، ما المسائل دي مهمة عشان ندخل في أنواع الكفر. هل أهل السنة وافقوا الأشاعرة في هذا الكلام؟ يقول لك لا، ده التصديق المفضي إلى الانقياد والتسليم. ولذلك لما نيجي ليه هم اختلفوا في حد الكافر، في تعيين من هو الكافر، الأشاعرة يقول لك الكافر اللي هو بيكذب بقلبه فقط، إن التصديق بتاعه إيه؟ مش موجود. يعني لو ما صلاش، لو ما زكاش، لو ترك فرائض الإسلام اللي هي العمليات الأعمال الإسلام الظاهرة، ما دام في قلبه تصديق هو إيه؟ هو مسلم، لا نكفره. بس هل إحنا أهل السنة والجماعة السلف يكفرون من جاء بعمل مكفر ما دام عالما قاصدا، ما دام إنه عارف بيعمل إيه وقاصد بيعمل إيه، سواء في تكذيب أو ما فيش تكذيب في القلب؟ يعني ذكر شيخ الإسلام شيء لذيذ جدا، ماذا قال؟ قال أن الرجل يكون مؤمنا مستيقنا بإيمانه ويشهد أن رسول الله، ولكنه إذا سب الدين من غير حاجة، من غير ضرورة، يكفر، بالرغم انه ايه في قلبي ايه؟ تصديق، لكن هو جاء بالعمل الايه؟ المكفر. وذلك العلماء ريحونا من المساله دي وقالوا ايه؟ تكفير اعتقادي وتكفير ايه؟ عملي. الاثنين احنا عند الاشاعره والمرجئه الكفر ايه؟ اعتقاد فقط. طب لما نيجي بقى ايه نجابههم بمساله طب الاعمال، واحد يدوس على المصحف مثلا، واحد يهين الدين، يشتم النبي، يسب النبي، يقول هذه ليست مكفرات ولكنها علامات على التكذيب. شايف انت بيطلع من ايه؟ يقول لك هي ما تكفرش، دي ما تكفرش، بس علامة انه ايه؟ انه مكذب. فهمت الحدوتة؟ يبقى عند الأشاعرة قالوا ان الإيمان هو التصديق، إذن الكفر هو التصديق. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، ما دام في معرفة في قلبك ما تكفرش، إذن الكفر مبنى على المعرفة. الكرامية قالوا الإيمان هو نطق اللسان، ما دمت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنت مسلم، حتى وإن أتيت بأعمال مكفرة، سواء كانت باطنة
أو خارجه. فإن شاء الله ندور الآن بإذن الله تعالى. طبعا اتفقوا إذا خرج المرجئة مع أهل السنة أن من جاء بعمل كفري اللي هو التكذيب بقى هنا, مش 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 الأفعال, مش الأعمال, الأعمال القلبية اللي هو التكذيب, فهو مثل ما قال أهل السنة والجماعة خالد مخلد في النار. طيب خلينا ندخل يا إخوة على الكفر, ما هو وما هو أنواعه وفق ما ذكرنا. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية والجحود, لغة الستر والتغطية, ولذا يسمى الليل كافرا, بسموا الليل كافر. ليه الليل كافر؟ لماذا سمي الليل بالكفر؟ لأنه غطى النهار. ويسمى الفلاح بلغة البلاد هنا المزارع كافرا, يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لماذا سمي المزارع كافرا؟ لأنه يغطي البذرة في الأرض. وكان زمان كده لما يجي نلعب كرة يقول لك أنا عايز كرة كفر. اشمعنى كرة كفر؟ شوف الحاجات دي برضو جاية ليه؟ لأن أصل الكرة فين؟ اللي هي البلاستيكية اللي جوه, بس احنا ايه اديناها ايه؟ كفر, كفرنا كفرنا الكرة, وضعنا عليها ايه؟ غطاء. ولذلك قالوا أن الكافر يسمى كافرا لأنه غطى قلبه بالكفر, مفروض أن يؤمن. ومن معاني الكفر في اللغة الجحود, جحد النعمة. لماذا؟ افهم هذه. لأن الكافر جحد ربوبية الله, فمنعه هذا من تحقيق الألوهية. ما هي الربوبية دائما هي مبنى الإيه, وذلك يقول لك إيه العلماء يقولون توحيد الربوبية يوجب توحيد الألوهية. وذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤمر أن يجادل الكفار كان يبدأ معهم بماذا؟ يثبت الربوبية الأول. ها؟ من خلقك؟ من رزقك؟ ها؟ أمن جعل الأرض قرارا؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ أمن يملك في سورة يونس؟ أنا أردت آيات النمل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, الله خير أما يشركون, أمن خلق السماوات والأرض, هذه ربوبية, وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. كل هذا إيه؟ ثم يأتي السؤال في الألوهية اللي هو إيه؟ أإله فين الألوهية بقى يا سيدي؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا, كل هذا إيه؟ ربوبية. فين الألوهيات؟ السؤال أإله مع الله؟ طب لما بتتزني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, كل هذه إيه؟ ربوبية. ليه سمي الكافر جاحدا؟ أو المعنى من معاني الكفر الجحود, لأن الكافر جحد نعمة الله عليه, ولو رأى نعمة الله عليه ها لأفرده بالألوهية, ما عبد غيره. ولذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا, للشكر هيعمل إيه؟ هيسوقك لإيه؟ الشكر يسوقك إلى تحقيق الألوهية, إما شاكرا وإما كفورا بماذا؟ بالربوبية. وجحد الربوبية يمنعك
من تحقيق الألوهية. ولذلك سمي الكفر إيه؟ جحودا جاحد. شوف، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الربوبية. شوف شوف هذه، الله الذي خلقكم، وذاك الأربعة دول ما أحد يعطيها للبشر غير رب العالمين. الأربعة دول، شوف هذه في آية العنكبوت، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. شوف السؤال، شوف السؤال، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ تعالى الله عما يشركون، أو سبحانه وتعالى عما يشركون، آية العنكبوت. فلماذا سمي الكافر جاحدا، أو لماذا من معاني الجحود، من معاني الكفر في اللغة هي الجحود؟ طبعا كل هذا كلام طيب، لكن الشغل هنا في الايه، في المعنى الاصطلاحي. ما معنى الكفر في الاصطلاح؟ الكفر ما يضاد الإيمان، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تركا. شوف شوف شوف، هذه اللي زادها أهل السنة والجماعة، صاحب هذا تكذيب أم لا؟ معنى أنتوا فاكرين أنا قلت لكم المرجع قالوا إيه؟ هم الخوارج ما عندهاش مشكلة في الخوارج ده، هم زادوا الحد في التكفير، إحنا عايزين نمسكهم كده ونرجعهم ونقول تعالى يا عم ما تكفرش بالكبيرة، إيه؟ خلي عندك دم، ده الإيمان بيزيد وبينقص، وفي ممكن يجتمع في 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 الرجل الواحد كفر وإيمان، بس أصل الإيمان، أصل الإيمان لابد أن يكون موجود، وممكن يكون في كفر أهو. والإنسان الكبيرة ومش عارف، يعني الخوارج عنا زادوا الحد، احنا شغلنا كله في موضوع التكفير مع من؟ الخوارج سهل ان انت تصد الموضوع لان الأدلة واضحة، بس الشغل كله ايه مع مين؟ على المرجئة اللي هم يعني موتوا القضية خالص، قال ما تكفرش حد، سيب ما فيش حد بيكفر خالص. هذا كلام تميع للمسألة. ولذلك ايه؟ أهل السنة والجماعة لما عرفوا الكفر ماذا قالوا؟ قول بتقول حاجة، أو فعل، أو ترك، أو اعتقاد، سواء في تكذيب أم لا. أنا ذكرت إن الأشاعرة قالوا إيه؟ ما دام في تصديق يبقى أنت إيه؟ يبقى أهل السنة والجماعة ربطوا القضية بإيه؟ قالوا إيه؟ مش شرط التكذيب. كما ذكرت الرجل قد يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مصدقا بنبيه، ولكنه إذا ساب النبي أو قاتله يكفر أم لا؟ يكفر، يكفر. بس في مسألة هنا مهمة، إيه؟ أنا ده بنسميها إخوة تكفير إيه؟ تكفير إيه ده؟ ما في هناك نوعان من التكفير. النوع الأول تكفير مطلق، والنوع الثاني تكفير إياك وتكفير المعين، إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ودي هنتكلم فيها الدرس القادم إن شاء الله يعني إيه الكلام ده. لكن أنا بتكلم إيه بصورة إيه؟ من سب الله كفر، ده تكفير اسمه تكفير إيه؟ مطلق. من سب الدين كفر، سواء كان معتقدا أم لا، قالها بدون ضرورة. طبعا في ضرورة، احنا عندنا في إيه؟ إلا من أكره، زي ما قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الكفار غصبوا عليه، يعني أجبروا أن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، فقال له ماذا قال له رسول الله؟ إن عادوا فعد. ليه؟ لأنك إيه؟ مكره. أنا بتكلم على راجل بيسب الدين كده بإيه؟ براحته كده بمزاجه. بس اسمع، لابد أن يكون إيه؟ عالما قاصدا، ودي من ضمن انتفاء الإيه؟ اللي هو العذر بالجهل، كل جاهل ما يفهم هذا.
فاهم علي؟ وذلك يعني لما نيجي نكفر احنا من اول ضابط التكفير عندنا اللي احنا تكفير المطلق. التعيين هذا لابد ان يكون ايه؟ اولا لابد ان يقوم به اهله. صحيح ولا لا؟ ينفع كده احنا نكفر في بعض؟ لا، لابد ان يقوم به اهله، اللي هم العلماء، المحكمه الشرعيه في البلد لو في واحده، او العلماء الذين لهم الباع الطويل في العلم الشرعي، ويقيموا على هذا الرجل الحجة ويستتيبون، فإن لم يتب يحكم بكفره. عنا في تكفير، ما هو مسألة التكفير بين طرفين نقيض، الأشاعرة والمرجئة والماتروديه وكل هؤلاء ما تكفر حد، ما تترك الناس. طب أنا ما كفروش، طب أنا عايز أعرف هو مسلم ولا غير مسلم، عشان لو الرجل دي يخطب بنتي أجوز بنتي ولا لا؟ لازم أعرف. لو دعاني للطعام بتاعه، ها، ودبح لي أكل الذبيحة بتاعته ولا لا؟ هو لو غير مسلم أنفع أكل الذبيحة بتاعته؟ مش تبقى ميتة ولا إيه يا إخوة؟ ها؟ إلا لو كان كتابي، ده موضوع تاني. يعني بنتكلم في كفر هنا الآن. وبعدين كفر المرتد ده إيه؟ أشد وطئا، ها، من كفر الإيه؟ الكافر الأصلي. ما هو في عندك كافر أصلي وكافر كتابي وكافر ايه؟ مرتد. ده المرتد ده اللي ايه؟ ده بمزاج بقى، ده راجع عن الدين بايه؟ بمزاج، اذا كان عالم. ولذلك هذا لا تاكل ذبيحته. فايه؟ انا محتاج ان انا اعرف ايه هو، وذلك هي مساله الاسماء. اسمه ايه؟ مسلم ولا غير مسلم؟ عرفنا يا عم الحاج عشان امشي في الجنازه بتاعته ولا لا؟ لان في احكام في الدنيا لها ارتباط بهذا الاسم. كان لابد أن نعلم من هو. يعني أسوق لكم بعض الكلام في هذه المسألة. احنا كده عرفنا الكفر لغة وشرعا، فهمناه لغة، طب شرعا فهمناه؟ كل ما يضاد الإيمان من قول أو فعل. قول زي ايه؟ سب الدين، أو انه يقول أنا مش مسلم، يقول لك أنا هو كافر، يقول لك كده. أو فعل، إن يأتي بفعل مثل إهانة المصحف، إهانة القرآن، أو أنه يشير للسخرية، الاستهزاء. ها؟ يعني أنا يعني أريد يعني أن أنا أقول لك أن رب العالمين كفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم إيه؟ اللي كانوا بيستهزئوا بالصحابة، كانوا بيستهزئوا بالقراء، بقراء الصحابة، كانوا يقولون أنهم يعني عهدي بالأثر الطويل في تفسير الآيات في سورة التوبة، أرغبهم بطونا وإيه؟ وأجبنهم عند لقاء العدو. قالوا هذا عن في في في, في تبوه، أرغبهم بطونا، لما يكون في أكلة كده حلوة كده تلاقيهم إيه؟ قاعدين، وعند لقاء العدو أجبنهم. طيب هم يسخرون من من؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب للنبي أيضا. طيب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إحنا كنا بنلعب، ما اعتقدنا هذا الكلام، ما فيش اعتقاد، ما فيش معتقد، ده كلام بنقوله كده إيه؟ بنسلى وإحنا قاعدين. قل أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد، مش إسلامكم، بعد إيه؟ إيمانكم. أثبت لهم إيمانا ونفاه عنهم بالكفر. ليه؟ لأنهم جاءوا بقول ما اعتقدوه، هم نفوا الاعتقاد هنا، لكن إيه؟ هم جاءوا بقول أو فعل بالرغم من الاعتقاد إيه؟ مش موجود. فكل ما يضاد الإيمان، هذا الكلام مهم جدا يا إخوة، لأن الأشاعرة ماذا قالوا؟ ماذا قالوا يعني جمهور المرجئة أو فرق المرجئة الاثنى عشرية ماذا قالوا؟ اشترطوا التكذيب. الكفر عندهم تكذيب، اللي هو التكذيب ده بضد الايه؟ التصديق. يقول لك الأصل بتاع، لأن هم أصلا لما عرفوا الإيمان، فاكرين لما جينا عرفنا الإيمان قالوا ما هو الإيمان؟ التصديق. وذلك احنا بنختلف معهم ونقول ايه؟ أن التصديق لا ينفع إذ لم يأخذك إلى الانقياد والتسليم. وذاك نرجع لشروط لا إله إلا الله. شوف العلم واليقين، وبعدين إيه؟
القبول والتسليم. القبول أنت تقبل وتسلم، القبول والتسليم. وبيدفعك لإيه؟ لعمل الجارحة اللي هي الأم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، والصدق والإخلاص والمحبة، ولا يكون هذا إلا بالإيه؟ إلا بعمل القلب اللي هو الأساس، اللي بيسموها إنجن، اللي هي الماكينة، المحرك بتاع القلب. بيتحرك القلب ينفعل اللسان، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تنفعل لحيتك، تقول أنا مسلم أهو، ينفعل صمتك وتحب الإسلام كده وتحب الدين وتكون مبسوط بيه وفهمني وتتمنى له النصرة وهكذا. ولذلك احنا نقف مع الأشاعرة أو نقف مع المرجئة بوجه عام، وإن كان المرجئة فرق، ونقول لهم ماذا؟ تصديقكم لا ينفع إذ لم يتبعه إيه؟ انقياد وتسليم بالعمل. هكذا. فهم لماذا قالوا أن الكفر فقط هو التكذيب؟ لأن هم وقفوا الإيمان على الإيه؟ على التصديق. لو كذبت انتهى أصل الإيمان. احنا بنقول لهم الإيمان كله إيه؟ أربع حاجات مع بعض، لا يغني بعضه أحدهم عن الآخر، بس في طبعا الأصل لا بد منه اللي هو الإيه؟ التصديق. يعني احنا وافقناهم في أهمية الأصل. طيب، أقوال بعض العلماء: الحافظ إسحاق بن راهوي: ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد بقلبه المؤمن الذي آمن بالله، ومما جاء عنده، أي من الرسل يعني من عند الله يعني، ثم قتل نبيا أو أعان على قتله فهو كافر، بالرغم أنه إيه؟ آمنوا إيه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى إذن الفعل هنا إيه؟ مجرد من التصديق. الفعل مجرد من الإيه؟ يعني التصديق موجود، بس الفعل هو مع هذا إيه؟ كفروه. ما هو ده نقطة الاختلاف اللي بيننا وبين الإيه؟ بس إحنا برضو إيه؟ عشان نوقف الخوارج عند حدهم الوعيدية، بنقول إيه؟ إذا كان عالماً قاصداً، اللي هي ضوابط التكفير. فاهم احنا في النص ازاي؟ ما هو الحق دائما ايه؟ لا على اليمين ولا على الشمال. تفهمين يا اخوه ولا انا بغني كده في كوكبي؟ معايا والله؟ الكلام هذا والله يعني سبحان الله يعني مش سهل يعني على يعني بسموا هذا في عندنا هناك ثيولوجي اللي هو علم الدين اللي الحاجات التجيله، مش دي الحاجات اللي انت فعلا يعني انت لو فهمت هذه الامور انسى، تفرج معاك السماء من الارض. انت هتفهم الدين او هتفهم النصوص الشرعيه على هذه الامور، وتشوف الفرق، لان احنا عايشين في زمان فتن. ما هو مش عايز اقول لك ايه يعني، اصل انت البني ادم قد ينتمي الى هذه الفرق وهو لا يعرف. ما هو الفرق هذه ليس لها عنوان. يعني أحد يقول لك أنا معايا ممبرشيب عضوية في فريق الخوارج 25 شارع بورسعيد الحسينية شرقية. لا، أنت قد تنتمي للفرقة بإيه؟ باعتقادك بدون أن تدري. أنا وإحنا بنقول دلوقتي ونقول هذا الكلام بحرص، إن معظم المسلمين الآن إيه؟ معظم المسلمين ماذا الآن؟ مرجئة على الإرجاء، معظم المسلمين، ولكنهم لا يعلمون اللي هو ايه. وعلامات الارجاء هذا تقول له ايه؟ والله يا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ، انا ما بعملش حاجه غلط، وقلبي ابيض يا عم الشيخ، انا بس ما بصليش. ما بصليش يا قلتك سودا. ما هو ايه؟ ما هذا هو في دماغه ايه؟ ان الايه؟ القلب ايه؟ ابيض. في يعني ثقافات اخرى انتجت، احنا عندنا في مصر وبلاد الشرق هنا ايه؟ العرب يقول لك انا قلبي ابيض يا عم الشيخ. هناك يقول لك ايه؟ الامريكان عندنا هناك في امريكا يقول لك ايه؟ انا ربنا في قلبي. يقول لك لا، هو هذا يعني كلام بالانجليزي كده، الله از ان ماي هارت. يقول لك اول ما اقول لك الله از ان ماي هارت، صباح الفل يا عم الحاج. تعالى بقى ايه ندرس الايمان ونعرف ايه هو الايمان، وبعدين ايه؟ نشوف موضوع الله الماي هارت ده هينفع ولا مش هينفع. ها؟ ما هي دي المشكلة، ما هي دي الحاجات اللي احنا لازم ما هو انت إذا أردت أن تدعو إلى الله
لا بد من هذه. ولذا جندب ابن عبد الله، ماذا جندب ابن جرير، جندب البجلي، جندب ابن عبد الله، غير جندب ابن جنادة، غير أبي ذر، هو أخو جرير. لا، جندب أخو جرير هو. ماذا قال؟ قال: أتينا رسول الله وكنا فتيانا حزاورة. يعني فتيانا حزاورة، يعني شباب كده إيه، يبغي العلم. فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. يبقى أنت بتبدأ بإيه؟ بالإيمان الأول، تعرف إيه هو الإيمان، ثم القرآن، فازددنا إيمانا. هو ليه القرآن نقرأه الآن ولا نزداد إيمانا؟ لأن هذه المعاني غير موجودة، أنت مش فاهم هذه المعاني، أو ما فيش فهم لهذه المعاني. فذكرنا أهو إسحاق بن راهوي، وهو من يعني من سلفنا الصالح. وإسحاق بن راهوي هو رجل محب للقرآن، يقول، لعلي خلط بينه وبين سفيان بن عيينة، هو حافظ، الحافظ إسحاق بن راهوي يقول: أن الرجل آمن بالله ومما جاء من عنده، أي على لسان رسله، وإذا قتل نبيا أو أعان على قتله فهو كافر. أثبت التصديق وبالفعل أثبت الإيه؟ الكفر. يقول شيخ الإسلام: فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها، عالما بأنها كلمة الكفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يجوز أن يقال، وده قول من؟ المرجئة، أنه في الباطن مؤمن، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. إزاي؟ هيكون مسلم. طيب، ذكرنا أن السبب يا إخوة وراء هذه الأمور هو النزاع في ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام، اللي هو الأولى الأولانية، اللي مش الثانية، العبارة الأولى يا شيخنا. طيب، نذكر أن سبب الخلاف، اسمع هذه ويا ريت تحفظ هذه، والله النهاردة أنا قعدت مع العيال بتوع البلدة بعد الظهر، حفظتهم متن الإيمان وحفظوه بفضل الله، ودي حاجات يعني الإيمان قول، أنا حفظتهم حتى حطيتها على اليوتيوب دقيقتين بالضبط. الإيمان، اعلم رحمك الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وفي الأمر تفصيل، القول قسمان: قول القلب وقول اللسان، أما قول القلب فهو تصديقه، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، والعمل قسمان: عمل القلب وعمل الجوارح، أما عمل القلب فهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح هو الصلاة والصيام والجهاد، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تفضل يا شيخنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذن يعني الحمد لله، بهذا نأتي إلى أسهل مبحث وبه نختم إن شاء الله في 5 دقائق، بالكثير كده 10 دقائق. أنواع الكفر، أنواع الكفر كثيرة جدا يا إخوة، ولكن أجملها العلماء تحت، بعضهم يقول 4، تحت بعض يقول 5، بعضهم يقول 6، من 4 ل 5 ل 6 ل 7. لكن تأتي تحت هذه الأنواع يعني فروع كثيرة جدا، ولكن أنا عايزك تفهم أنواع الكفر من مفهوم الإيمان عند أهل السنة. إحنا قلنا أن الإيمان ماذا؟ حقيقة مركبة من قول القلب، اللي هو تصديق القلب، أن القلب يصدق بالغيبيات، التصديق اللي هو اليقيني، ها، الجازم الذي لا يعتريه شك أبدا. وبعدين هذا التصديق لابد أن يفضي إلى الإنقياد والتسليم، وأول ما ينقاد المؤمن ينقاد بإيه؟ بقلبي. ومن هنا يأتي عمل القلب، يقول يا الله، ده في آخرة، ده في جنة، ده في نار، ده أنا حأسأل يوم القيامة، يا الله، ده أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. أنت تصدق بهذا تصديقا جازما، لابد لهذا التصديق أن يورث إيه؟ القلب. يا ليلى يسمع الشيخ محمد حي على الصلاة، يطلع على طول للانقياد بالقلب بالجارح، بس انقياد بمحبة، انقياد بخوف، انقياد برجاء، وهذه إيه؟ عمل القلب. ثم تنطق، تقول أشهد. وذلك عندنا في بلاد غير المسلمين هناك، لما حد يريد يقبل الإسلام، ها، بنجيبه قدام الجالية كده قدام المسلمين ويقعد كده على الميكروفون ويقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا، القبول، قبولها. وذاك بعض الأحيان عشان تفهموا المسائل دي، طبعا المسائل دي يا إخوة لها متعلقات في الدنيا، بيأتينا بعض الأحيان أفراد من الجالية المسلمة في برة، يقول لي والله يا شيخ في رجل معايا في الشغل سبحان الله مسلم. أقول لي إيه يعني؟ هو غير مسلم طبعا، بس مسلم. أقول لي أسأله مين اللي خلق الأرض والسماء، يقول له ربنا. أسأله مين اللي خلق، يقول الله. طبعا ما أقولش الله، بقول إيه بالإنجليزي، إيه، God، ها. طب وفي رسول اسمه محمد، يقول ده مسلم يا شيخ. أقول لي طب بص، بكرة تقول له هتيجي المسجد للشيخ كريم عشان إيه؟ تشهد قدام الناس إن أنت مسلم. يروح يقول لا، ده بينه وبين ربنا الموضوع ده. ولكن لابد من ايه؟ رك قول اللسان. فإن تولوا فقولوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، فإن تولوا في الآخر، فإن تولوا فقولوا ايه؟ اشهدوا بأننا مسلمين، أنا مسلم بقى. شوف هذه. وبعدين تأتي عمل الجوارح، الجوارح هذه لن تستطيع أن تأتي بأركان الإسلام، بأركان الدين، عشان تأدي كل الأعمال المفروضة على الجوارح مستحيل. وذاك جاءت اللي جاءت التوبة وجاء الاستغفار والحاجات دي، بس ما دام الأصل موجود
والأصل برضو إن أنت ما فيش عندك إيه أي نية لإنكار أو جحود أمر أو استحلال حرام، خلاص أنت هتقع في الخطأ. كل ابن آدم خطاء، عندك استغفار وعندك توبة، ما دمت غير مستحل غير إيه جاحد الاثنين. بس إيه اللي عايزين نقوله؟ إيه أنواع الكفر هتأتي بهذا القبيل. أول نوع، أول نوع من كفر التكذيب. طب إيه اللي انتفى؟ التصديق، إنه ما بصدقش في ربنا. يقول له كده في ربنا، يقول متهيألي في ربنا، والله مش عارف، أنا قرأت كده إن أفلاطون وأرسطو ونابليون بونابرت، ودخل بقى التاريخ في الفلسفة. ها هذا ما عنده تصديق، هذا كفر إيه؟ مكذب بإيه؟ هو كفر التكذيب أو الجحود أو الإنكار، هو أن تكذب أصلاً من أصول الدين أو حكماً ثبت ثبوتاً قطعياً أو خبراً متواتراً. طبعاً القرآن كله متواتر، السنة إيه بمعنى لفظ المتواتر عند المحدثين، وهذا ما يسمونه معلوماً، أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، شيء يعرفه العامة تنكر هذا ترد. يقول مثلا ما فيش عذاب القبر، زي ما بيطلع لك أبو حملات هذا على التلفزيون يضحك على ناس يقول ما فيش عذاب قبر، هذا أمر ثابت من الدين. أو يقول لك ما فيش حاجة اسمها ملائكة، أو يقول لك ما فيش يوم قيامة، هذا يكفر. بس إيه، شوف عشان نوقف الخوارج عند حدهم لابد إن احنا نقول إيه، إذا كان إيه، إذا كان إيه عالما قاصدا، عالما انتفاء الجهالة، عالما انتفاء التأويل، قاصدا انتفاء النسيان، أو انتفاء الانتفاء إيه؟ إنه مكره. الأربعة دول، شوف الكلمتين دول عالما قاصدا يحررك الأربع مسائل دول. وعندنا قصة الرجل اللي أسرف على نفسه، وعند موتي ماذا قال لأبنائي؟ إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني أو اسحقوني ثم انتظروا إلى يوم في ريح كده ونص التراب بتاعي نص في المية ونص في البحر في الأرض. إيه اللي حصل؟ هذا ما مشكلة هذا الرجل؟ هذا جاهل. وذلك ممكن تلاقي واحد يكذب أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولكن لا تقع في فخ الخوارج الوعيدية. لابد من إيه؟ لابد أن يكون عالما قاصدا. فهمتم يا جماعة؟ يبقى ده أول نوع من أنواع الكفر اللي هو كفر التكذيب، انتفى الإيه؟ التصديق. في نوع تاني اسمه كفر الظن أو الشك، ده برضو له متعلق بإيه؟ بالتصديق، بس إيه؟ اليقين. ما هو احنا اشترطنا في التصديق انه لابد ان يكون ايه؟ تصديق هو الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. اذا جاء شك في المسألة خلاص يبقى هذا كفر. بس اذا كان برضو ايه، عشان يتوقف الخوارج عند حدهم الوعيدية عشان التكفيريين، يقول ايه اذا كان ايه الرجل هذا اللي أصرف على نفسه برضو نفس المسألة عنده، إن قدر الله عليه، هو ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يبعث مرة ثانية إذا فعل هذه الفعلة، ومع هذا في الآخر دخل الجنة ولا لا؟ لكن هذا في عرف الناس إذا كان عالما قاصدا هو كافر، لأنه شك في الإيه؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى، شك في قدرة الله. وعندنا القصة بتاعه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر ماذا له متعلق بالتصديق، بس درجة التصديق اللي هي اليقين، لأن التصديق لابد أن يصل إلى على الأقل علم اليقين، علم اليقين على الأقل، إن أنت تعلم علما يقودك إلى اليقين، إن أنت ما يعتريكش شك أبدا.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ لا، قال بلى، عندي علم اليقين، بس أنا عايز إيه؟ عايز أعلى درجة، ولكن ليطمئن قلبي. رب العالمين قال لا، عشان أنت خليلي أنا حديك حق اليقين، أنت اللي هتذبح الطير وتحطه وتدعوه. سبحانه. فإيه؟ هكذا. فالنوع الثاني اسمه كفر الإيه يا إخوة؟ كفر الظن أو الشك. في نوع ثالث بقى له متعلق بالقول مع وجود التصديق ووجود المعرفة اللي قال بها الأشاعرة وقال بها الجهمية، اسمه كفر الاستكبار والإعراض. بعض الناس فرقوا بالاثنين، زي كفر من إبليس ما كانش يعرف، إبليس ما كانش يعرف ربنا، إبليس كان ده، إبليس رأى ربه، إبليس رأى ربه، حادث ربه محادثة، ولكنه عمل إيه؟ استكبر. فهو إبليس عنده تصديق بالله، لا ينفي وجود الله، أثبت لله الربوبية. ماذا قال؟ قال خلقتني. الخلق مش بالربوبية ولا مش بالربوبية؟ ما هو أول صفات، أول أفعال الربوبية اللي هي إيه؟ ما أفعال الربوبية حصروها في 4-5، الخلق والملك والتدبير والرزق، بعضهم زاد بعضهم قل، صحيح ولا لا؟ قال خلقتني. وأثبت لله الصفات بعزتك، أثبت لله الهداية والإغواء، بس أثبتها بطريقة الجبريين، الجبرية، قال بما أغويتني. فالشاهد إيه؟ إن ده النوع الكفر بتاع إبليس، كفر إيه؟ كفر استكبار. وده نفس النوع اللي وقع فيه من؟ فرعون. ونفس النوع اللي وقع في اليهود. يعني صفية بنت حيي بن أخطب الأثر في سندي كلام، قالت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عمي وأبي حيي بن أخطب وأخوه قالوا روح نشوف على النبي، يعني روح نشوفه، نشوفه مين هو. فصفية رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تقول إن أنا كنت إيه يعني، زي ما نقول عنا في البلد كده، متدلعة، يعني لما عمي ده يشوفني إذا رآني يعني يناديني ويداعبني. فذهبوا في الصباح ويعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقضوا معه بعض الوقت، ثم عادوا في المساء. فتقول صفية رضي الله عنها والله ما رأيتهم أشد بؤسا من هذا اليوم، راجعين محزونين في حزن شديد، لدرجة أنني عرضت نفسي أمامهم عشان إيه؟ عمها يناديها وإيه ويعاملها يعني كالمعتاد، ما التفت إليها من حزني. ثم دخلوا غرفة فسمعت هذا الكلام يدور بينهم، قال عمها لأبيها أهو هو هو النبي اللي مكتوب في التوراة؟ قال هو هو هو. قال ما أنت فعل؟ قال محاربته حتى أموت. هذا نفس له إنك تعرف، ولذلك هم إيه؟ غير المغضوب عليهم ثبت في تفسيرها من هم. أو أي واحد يعلم الحق ولا ينصاع له استكبار، لأن هذا من أخلاق وأفعال إبليس. يبقى النوع الثالث يا إخوة اسمه كفر الإيه؟ كفر الاستكبار وكفر الإعراض. النوع الرابع كفر النفاق، ويعني هذا موضوع يطول شرحه، واحنا نتحدث على الكفء على النفاق الاعتقادي، لان في نفاق عمل يا اخوه، واياته اللي هم الايه اللي وردوا في حديث عبد الله بن عمرو وابي هريره مجموعهم كم؟ 5. ايه المنافق 3، ده كفر عمل، بس لو عندك الخمسه معنى كده ان انت ايه وصلت يعني جاهز، يعني 1 و2 و3 دول ايه يعني، ايه يعني لو عليت عن الثلاثه انسى، يعني معنى كده ان انت ما شاء الله بقى على طبيخك يعني 5 دقائق. وفي نوع يا إخوة اسمه كفر الاستهزاء وكفر البغض. كل هذه انواع دائما ما تحملها مع الايه، مع مكونات الايمان، التصديق بتلاقي نوعين،
الإعراض والاستكبار متعلق العمل أو القول مع وجود التصديق، الاستهزاء برضو العمل والقول مع وجود التصديق، ها، والنفاق اللي هو إيه للكرامية والناس اللي هم بيقول إن أنت ممكن تكون إيه فقط تقول بلسانك أنك مسلم وخلاص. وهذه الأمور إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى نتعرض إلى نواقص الإيمان ونواقض الإسلام، يعني نعطيها مقدمة كده إن شاء الله، ثم نعرج على ضوابط التكفير لو أنتوا لسه عايزين، لو مش عايزين خلاص أنا بطل نكمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.